السلام عليكم. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وكذا صفحات إلكترونية عدة صور قديمة للمعلق الشهير والمثير للجدل حفيظ دراجي، تعود لتسعينيات القرن الماضي منذ أن كان لاعب في الجزائر، وتم تداول صورته وهو في البحر مع أصدقائه، وتفاعل معه الجزائريون كثيرا، وكان هذا الأخير قد حل ضيفا بالجزائر منذ قرابة الأسبوعين لزيارة والدتها المريضة بعد غياب طويل بسبب جائحة كورونا، كما قام بزيارة التلفزيون الجزائري وعدة وجوه إعلامية وسياسية.